إذا بعد أن تعرفنا على أغلب العلاقات الرياضية الخاصة بالتناقص إشعاعي، سوف نتعرف على علاقة جديدة من علاقات التناقص الإشعاعي. إذا لدينا كانت لدينا عبارة عدد الأنوية الابتدائي أنسب في أس ناقص لمدة تي تساوي أن لتي، وقلنا أن لتي هو عدد الأنوية المتبقي عند لحظة تي. إذن هناك عبارة لحساب آلتي سنستخرجها، هي أسهل من هذه، وسوف نتعرف متى يمكن استعمال هذه العبارة ومتى يمكن استعمال العبارة الأخرى. كما قلنا سابقا، إذا كان عند اللحظة تي تساوي صفر، يكون أن لتي يساوي أن صفر. عند اللحظة تي تساوي تاندمي، يكون ان لتي يساوي ان صفر على 2. وقلنا عند اللحظة تي تساوي 2 تاندمي، يكون لدينا ان لتي يساوي ان صفر على 2 اس 2. عند اللحظة تي، إذا عند اللحظة تي تساوي 3 تاندمي، يكون لدينا ان لتي يساوي ان صفر على 2 اس 3. اذا هنا عند اللحظه صفر لدينا 2 اس 0، عند اللحظه 1 تاندمي 2 اس 1، عند اللحظه 2 تاندمي لدينا 2 اس 2، عند اللحظه 3 تاندمي لدينا 2 اس 3. بنفس الطريقة، عند اللحظة تي تساوي ان تاندمي، يكون لدينا ان لتي يساوي ان صفر على 2 اس ان. وتكون يمكن كتابة ان لتي اما باستعمال عبارة او قانون جوس، قانون صودي أو متوسط عدد الأنوية أنسف أس ناقص لمدة تي، أو باستعمال عبارة أن لتي تساوي أنسف على 2 أس أن. متى نستعمل هذه العبارة ومتى نستعمل هذه العبارة؟ هذه العبارة تستعمل في الحساب في جميع الحالات، بينما استعمال هذه العبارة يوجد لدينا شرط، والشرط سوف نستخرجه من هنا. لدينا تي تساوي ان لتي اندمي، من هنا نجد ان ان تساوي تي على تي اندمي، وان كما نلاحظ صفر واحد اثنين ثلاثة، اذا ينتمي الى الاعداد الطبيعية. اذا اعطيت لنا ضحضة زمنية وقيل لنا احسب عدد الأنوية المتبقي عند هذه اللحظة، اولا نلاحظ اذا كانت او نحسب العدد ان، نقسم اللحظة، نقوم بقسمة اللحظة تي على تاندمي. اذا وجدنا مقدار القسمة ينتمي الى اعداد طبيعية، نستعمل هذه العبارة. بينما في استعمال هذه العبارة لا يوجد شرط. للتوضيح اكثر، مثلا قيل لنا أن لدينا نواة مشعة لها تي اندمي تساوي مثلا ثلاث سنوات، وقيل لنا أحسب عدد الأنوية المتبقي عند اللحظات تي واحد تساوي صفر، وتي اثنين تساوي ستة، تي ثلاثة تساوي 12، وتي أربعة تساوي مثلا 18، و تي 5 تساوي مثلا 20، والوحدة هنا كلها سنة. إذا نلاحظ أن صفر على 3 ينتمي إلى ان، إذا يمكن تطبيق هذه العبارة.
ستة على ثلاثة اثنان، إذن يمكن تطبيق هذه العبارة. 12 على 3 تساوي 4 ينتمي إلى آن، إذن يمكن تطبيق هذه العبارة. 18 على 3 تساوي 6، إذن يمكن تطبيق هذه العبارة. 12 على 3 لا يقبل القسمة، إذن لا يمكن تطبيق هذه العبارة. إذن بالنسبة للحظات T1 T2 T3 T4 يمكن استعمال العبارة أنصف على 2 أسعاد، بينما T5 2 تساوي 20 يجب أن نستعمل هذه العبارة. وبالنسبة للحظات الأخرى يمكن استعمال العبارتين. وبهذا نكون قد تعرفنا على تقريبا جميع العبارات الخاصة بالتناقص الإشعاعي.